الو، السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. وحياك الله، تفضل. أنا سمعت الاتصال أجوعت تسأل عن آية لما تحرم ما أحل الله. انت شيعي الاول ولا سني؟ أنا شيعي جلد والحمد لله، جلد جلد يعني، جلد يعني جلد ملم جلد. بالتفاسير يعني. الآن أنا أحب أن أستعرض هذا الموضوع. لا، واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة. طيب، من هستعرض معاك، ما تقلقش، هستعرض معاك يا أخي. أنتوا ما بتسمعوش ليه؟ أنتوا ما بتسمعوش ليه؟ دقيقة إلي. طيب، خليني أنا أوضح سؤالي وهديك 3 دقايق مش دقيقة. لا ما أريد أنا 3 دقائق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا هديك دقيقة، أنا هاخد دقيقة وهديك 3 دقايق. تمام، جميل أوي. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حرم بوحي أم بدون وحي؟ اتفضل بقى، معاك 3 دقايق. لا، حرم بالوحي. حرم بوحي؟ نعم بالوحي حرم. أين دليلك؟ أين دليلي؟ الآن أنا راح أسأل حتى نتوصل إلى حقيقة. هل هذا التحريم امتناعي لو تحريم تشريعي؟ واحدة واحدة، أنت دلوقتي قلت إن هو حرق. واحدة 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 واحدة، خلينا واحدة واحدة نمشي خطوة خطوة. بص، عايز حوار ولا عايز أنت دقيقة وأنا أنت دقيقتين وأنا دقيقة والكلام ده؟ حتى لو حوار بس ما في مقاطعة. لا، أنا بحب بقى، خد وقتك وخد ديني وقتي. وهات لي بالك. طيب تمام، انت سألت سؤالك، سألت سؤالك، بس انت حضرتك ما جاوبتنيش عن السؤال. ما هو دليلك؟ لا لا، ما تقوليش هجاوبك. كلمة هجاوبك ديت انا ما بحبهاش. دلوقتي دليلك هقول لك، اسمعني بس يا اخي، اسمعني يا اخي، اسمعني بالله عليك، اسمعني. انت اسمك عقيل؟ اسمك عقيل؟ اسمك عقيل؟ سؤال عندك، اسمك عقيل؟ اسمك عقيل؟ انا عقيل العراق. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تمام. اصل الاخوه بيكتبوا لي اسمه عقيل، انا ما اعرفش مين عقيل ده، لكن المهم هم بيقولوا لي اسمه عقيل. واحده واحده، انت دلوقتي بتقول التحريم بوحي، بتقول التحريم بوحي. الطبطبائي بيقول ان الايه دي عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الطوسي بيقول، لحظه، اديني وقتي، اديني وقتي، اديني وقتي، دقيقه دقيقه دقيقه. الطبطبائي يقول ان هذه الايه عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الطوسي قال انها عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الطبراسي قال انها عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: كيف الله عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم ثم بعد ذلك يعاتبه على التحريم الذي أوحى به إليه؟ معاك 5 دقايق. كملت؟ كملت، معاك 5 دقايق كمان. كملت جيد. أولا، الأحكام عندنا، أحكام الإسلام عندنا فرض وهو الإلزام، وعندنا مستحب هذا ليس إلزام، وعندنا مباح وهو الاختيار، وعندنا مكروه أي لا يستحب فعله، وعندنا الحرام المنهي عنه. سني 5 أحكام الإسلام، هذا اتفاق عليه. الآن شرب العسل، هذه الأحكام من الذي بيّنها لرسول الله؟ من الذي بيّنها لرسول الله؟ بيّنها الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرعها. شرعها عن أي طريق؟ وعن طريق الوحي بالتأكيد، لم يكن عن طريق آخر. شرب العسل من أي من هذه الـ5؟ شرب العسل من أي من هذه الـ5؟ هل هو من الإلزام؟ لا. هل هو من المستحبات؟ لا. هل هو من الاختيار؟ يعني بالاختيار؟ نعم بالاختيار. ما حكم الاختيار؟ الإنسان المباح من حقه أن يفعل وأن لا يفعل،
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن لا يشرب الحسن، وعنده وحي مسبق، عنده وحي سابق بهذه الدلائل، لأن شرب الحسن من المباحات، والمباح الذي حدده لرسول الله الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، فعنده وحي سابق. حضرتك برضو ما جاوبتش، حضرتك ما جاوبتش على سؤالي. ما جاوبت على سؤالي. انت قلت الاحكام خمسة، مباح وحرام ومكروه. ممكن بقى حضرتك تديني وقتي انا اتكلم؟ اديني وقتي اتكلم، انا ما قاطعتكش. اولا انت لم تجب على السؤال. السؤال بيقول وبفهمه لك للمرة الثانية، علماء قالوا أن هذه الآية عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول أن هذا التحريم بوحي. فسؤالي الطبيعي، كيف الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم على نفسه هذا الشيء وبعد ذلك يعاتبه على تحريم هذا الشيء؟ أظن سؤالي واضح، ملوش علاقة بقى بالحرام والحلال والمباح والمكروه والمستساغ. اتفضل، معك وقتك. انت خلصت الان؟ جيد. الان انا بعد ان بينت لك شرب العسل هو من المباحات او من الواجبات، من اي من شرب العسل؟ يلا جاوبني، شرب العسل من اين؟ من المباحات او من الواجبات؟ اجاوبك؟ اجاوبك؟ جاوبني. اجاوبك، مفيش مشكله. اولا ابتداء انت لم تجب على سؤالي وحجاوبك. شرب العسل من المبيحات، من المباحات. تمام، المباحات شنو احكام؟ واخد لي بالك، هتخليني اتكلم. انا بص، ما بحبش اقاطع. تمام. دلوقتي شرب العسل، بص يا جماعه، ابتداء هو لم يجاوب على السؤال بتاعي وسالني سؤال، هل شرب العسل من المباحات؟ قلت له ايوه نعم، شرب العسل من المباح. ايه تاني عندك؟ اتفضل. ايه؟ انا ما بتكلم هل هو حرام ام حلال، ده شيء مكروه قدامي او غير مكروه او مباح او حرام او اصلا. لو سمحت تديني وقت بقى، طالما سألتني يبقى تديني وقت في الاجابة. انا ما بتكلم عن حرام ولا حلال ولا مباح ولا مكروه ولا مستساغ، أنا بتكلم على إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء وأنت تقول أنه فعل هذا الشيء بأمر من الله، فكيف الله عز وجل يأمره؟ يعني مثلا أديك مثال بسيط، بقول لك يا عقيل افعل هذا الشيء، فعقيل رحت رايح منفذ الأمر بتاعي وفعلته، فرحت أنا جاي أقول لك يا عقيل أنت ليه بتعمل الأمر ده؟ هاي الأمثلة سؤالي بسيط. يبقى سؤالي هنا، سواء بغض النظر عن حلال حرام مكروه مباح، انا بغض النظر عن ده، ازاي ربنا يقول لك افعل ثم بعد ذلك يعاتبه على هذا الفعل الذي امره به؟ الان ابين لك والله ولا هتبين ولا هتقول. اتفضل، معاك 5 دقائق. شرب العسل من المباحات، والمباح هو الله شرعه وشرع معه أن أفعل ولا أفعل، فاختار النبي أن لا يفعل، اختار النبي أن لا يفعل، فكان التحريم حرم على نفسه العسل تحريما امتناعيا وليس تحريما تشريعيا، وهذا من حقه لأن عنده وحي مسبق. وحي مسبق، مثلا النبي عندما يريد أن يصلي صلاة الصبح يصلي يكتفي بركعتين، أي كل ما يريد أن يصلي يأتي جبرائيل يقول له صلي صلاة الصبح بركعتين، لا غيره. لماذا؟ لأن عنده وحي مسبق. فكذلك المباح عند النبي وحي مسبق. أما مسألة العتاب، هذا عتاب رحمة، يريد أن يقول الرب جل وعلا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني ذني اللي كذبن عليك عائشة وحفصة تبتغي مرضاتهن، يا رسول الله عد إلى الطيبات، عد إلى الطيبات، هذا هو معنى العتاب. طب ممكن بقى أنا أتكلم؟ أظن أنا أعطيتك وقتك وكفاية. ممكن أنا أتكلم؟
أعطيتك وقتك وكفاية عقيل، عقيل أعطيتك وقتك وكفاية. هو دلوقتي بيقول إن الموضوع ده موضوع مباح، يعني له أن يفعل. واحدة واحدة عقيل، عقيل أنا أعطيتك وقتك لو سمحت اديني وقتي. عقيل بيقول إن ده فعل، يا عقيل اديني وقتي لو سمحت، اديني وقت ولو سمحت، اديني وقت، انا اعطيتك وقتك، انا اعطيتك اكتر من 4 دقايق، اديني وقت لو سمحت. هي دقيقه واحده، انا دقيقه واحده وانت 3 دقايق. دلوقتي عقيل، عقيل بيقول يا عم اديني وقتي، انتوا ما بتسمعوش ليه؟ هي مجرد ارسال، ارسال لك 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 لك, لك, لك. ما تديني وقت يا عم الحاج. سبحان الله، عقيل بيقول ايه؟ انت خايف الناس تسمع؟ ما تسمع عقيل، اصبر، خلي الناس تسمع يا عقيل لو سمحت. يا استاذ عقيل خلي الناس تسمعني، وقتك خلاص. عقيل بيقول ايه؟ ان الشيء ده يا ربي، عقيل بيقول ان الشيء ده مباح، فالمباح ده ليه ان هو يعمله وليه ان هو ما يعملهوش، يعني معناه ان ربنا عارف ان ده مباح، وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمله وممكن ما يعملهوش. ماشي يا سيدي، موافقك على كده، ولكن طالما ربنا عارف إن الأمر ده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمله أو ما يعملوش، ليه بيعاتبوا عليه؟ هنا مربط الفرس، لماذا يعاتب الله عز وجل على شيء أصلا مباح ممكن تفعله أو لا تفعله؟ بيعاتبوا ليه؟ إذا كان الأمر ده يعني مثلا هو بيقول لك إيه؟ لو سمحت خلينا أتكلم، لو سمحت خلينا أتكلم. أنتوا بتخافوا ليه إن إحنا نتكلم؟ يعني أنا باخد دقيقة، أنا باخد دقيقة وبديك 3 دقايق، أكتر من كده إيه؟ سبحان الله. فهو هنا دلوقتي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. علماء الشيعة قالوا أن هذه الآية عتاب، بل منهم من قال أن الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين. فإذا كان الله عز وجل أعطى الحرية للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل الشيء وعدم فعل الشيء، فلماذا الله عز وجل في أحد التفاسير الشيعة وأظن الطوسي أو طبرسي عطلها دلوقتي قال أن النبي أن الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يكفر عن يمينه في شيء الله عز وجل أعطاه فيه الرخصة بأن يفعل هذا أو لا يفعل هذا؟ يا جماعة تتكلموا كلام يدخل العقل أو لا تتكلموا بكلام لا يدخل العقل. ثانيا أنت أتيت بك ثانيا لحظة واحدة، لحظة واحدة اسمعني، لحظة واحدة، لحظة واحدة، أنت الآن تتكلم في عائشة وحفصة، أنا دخلت دلوقتي في عائشة وحفصة؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أنا بتكلم عن التحريم، سواء تحريم مارية عندكم أو تحريم العسل عندنا نحن، أم لسانكم ده لازم يجيب اللي ربنا يقطعه، لازم يجيب سيرة عائشة. إحنا دلوقتي بنتكلم، هل التحريم اللي في الآية ديت، هل التحريم اللي في الآية ديت بوحي أم بدون وحي؟ هي الفكرة كلها هنا، هل التحريم اللي في الآية بوحي أم بدون وحي؟ سبحان الله، ما بيخلي الواحد يتكلم أبدا. إنك توصل الفكرة للناس. علماؤه قالوا ان دي الآية دي عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بسيطة، كيف الله عز وجل يعاتب، كيف الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على وحي هو من أوحى به إليه؟ دخلنا بقى في مسألة الحلال والحرام والمباح، وان ربنا خيره. طلب لما ربنا خيره، لما ربنا خير النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بيحاسبه بعد كده على التخيير اللي هو خيره بيه؟ الله المستعان. قفلوا اللي ايه؟ الو؟ غير يفتح. الو؟ تفضل. الو؟ ايوه معاك، تفضل. اي تفضل. الان انا اريد اعرف، احنا اتفقنا على ان شرب الحسن من المباح. يا سيدي الله أكبر. يا سيدي أنا ما بتكلم عن المباح والحرام والحلال، افهمني، افهم السؤال. ففهم السؤال نصف الإجابة، فهم السؤال نصف الإجابة. لا علاقة،
أنا أريد أعرف أنت الآن. والله دماغكم فاضية. يلا يا جماعة إحنا دخلنا في ساعتين و34 دقيقة. يلا والله ما هنسمع منه شيء ودماغه فاضية كلهم فاضيين. لا 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 يعني هو بيدخل موضوع السيدة عائشة. إحنا دلوقتي في التحريم، التحريم بوحي أو بدون وحي؟ لو بوحي يقول لي والله بوحي عشان كذا، بدون وحي يبقى بدون وحي كذا. فهو ورط نفسه، ورط نفسه وقال لك إن الكلام بوحي. فخلاص طالما الكلام بوحي يبقى خلاص، يبقى ربنا هيعاتبه على الوحي ازاي؟ يعني هيعاتبه ليه على الوحي؟ هو من اوحى به اليه، يبقى الكلام ليس بوحي. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم عصمه كامله. انتهت، دماغ فاضيه. يلا الله المستعان. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. احنا دلوقتي قعدنا ساعتين ونص وشويه.